وللمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الناشطة المدنية السيدة ناهد أحمد. مرحبا بك سيدة ناهد. أهلا بك، تفضل. بداية لو تطلعينا على أوضاع ساحة التحرير اليوم سيدة ناهد في ظل دعوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين للاحتشاد اليوم. اليوم نظمتها للاحتشاد. اولا اني باقوبة بس انا الاخبار بتوصلني. نعم. طبعا لازم ننظم للاحتشاد ضد هذا الموقف. احنا ما نريد اي واحد من مرشحهم، وحتى قانون الانتخابات مالتهم اللي يدعون اليه احنا راضين جمله وتفصيلا. تدري ليش؟ لانه من انت يعني احنا من نقبل بهذا القانون ونروح ننتخب، غير معناته هم موجودين، غير معناته معترفين بهم، احنا اساسا ما نعترف بهم. يعني حوار بيننا وبينهم حوار ما ادري شو تسميه، هم بوادي واحنا بوادي اخر. يعني من نقول لهم رافضيكم يتصرفون وكانه نقول لهم يلا احنا موافقين، يعني بالضبط هالشكل. يعني حضرتك مع دعوه اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين للاحتشاد؟ اي طبعا. نعم. أنت مع دعوة الاحتشاد؟ إي طبعاً، إي نعم. إي أنا مع دعوة الاحتشاد. لازم أكون أنا متظاهرة من 2010 وما أزال ومؤيدة لهم كل شيء، ويعني إحنا عندنا آراء متباينة، إحنا المتظاهرين من نقعد ونتناقش نتحاور بيناتنا، عندنا تباين كلش بالآراء. لكن على العموم إحنا النقاط الرئيسية هي احنا متفقين عليها ما عدا التفاصيل، واحنا يعني لازم الاكثريه نخضع الراي، يعني الاقليه تخضع الراي الاكثريه، وهذا اللي ماشي بيناتنا، يعني اسلوب ديمقراطي بالحوار. طيب هناك موضوع اخر، يعني استشهاد متظاهر برصاص القوات الحكوميه في ساحه الوثبه ببغداد، كيف كان الحادث؟ وهل ما زالت القوات الامنيه والميليشيات يستهدفون الثوار؟ وطبعا هم ما يبطلون، يعني وكانه يعني يعني هذا اصبح منهجهم، هو يوميا هم بالليل يضربون الثوار يوميا بالليل بالدخانيات وبالرصاص الحي. ولو انا يعني ما هذا عن قضيه اللي لحد الان انا بساحه التحرير، لكن الاخبار توصلنا بالتفصيل. ضربهم واختياري، مرات حشوائي ومرات اختياري، يعني هاي من يخطفون شخص ويقتلون ويختارون شخص يلحقون حد بيته، يصطفوا اصطفاء، يعني مركزين على ايهم اقوى تاثير على الساحه هم ينتخبوا يختاروا للقتل. ف يعني وهذا المنهج مالتهم ما يتوقفون عنه، وهم ميليشيات، يعني تتصور يعني ميليشيات خارجه عن القانون، مجرد فرق للقتل، معدين للقتل اعداد، وما يقدرون هذا يخالفون الاوامر، لانه يبدو انه عليهم ضغوطات يعني وتهديد حتى بالقتل والتصفيه، يعني انت تقتل وانا قتلك. طيب يبدو كذا. يعني طيب دعينا نناقش قليلا ملف برهم صالح حول تقديم استقالته. على المستوى السياسي سيدنا ست ناهد، كيف كان رد فعل الثوار على بيان برهم صالح الذي ابدى فيه استعداده تقديم استقالته؟ والله هو صحيح يعني تقديم استقالته يعني كان جيد يبدو بالظاهر، لكنه احنا ايضا ننتقده. انت اين كنت؟ انت مو واحد من رموز العمليه السياسيه اللي ساهمت بتدمير وتقسيم العراق طائفيا وعرقيا، وحتى سياسيا هم مستعدين لحد الان التقسيمه للسنه وللشيعه وللاكراد، وانت واحد من هذا الرموز اللي مساهمه، وهو الاستقاله اللي قدمها بناء على الشروط الدستوريه، يعني بناء هذا وفق الدستور هو قدم استقالته، والدستور هو من اللي سوى هم سوى قوات الاحتلال اللي فرضت علينا. اذا وبعدين يقول انا باسم الشعب،
يعني هذه مهزلة يا أستاذ، مهزلة. طيب يعني حضرتك ستناهد، وربما حتى المتظاهرين يؤيدون ما قالته لجنة التظاهرات أن برهم صالح يحاول الظهور بمظهر الداعم للتظاهرات الشعبية، هل تقبلون كثوار هذه المحاولات المستميتة من كل الأطراف السياسية لركوب موجة الثورة؟ لا طبعا احنا ما نسمح لهم، اصلا هم دا يحاولون يركبون الموجة بس دا يفشلون، احنا دا نفشلهم، اصلا احنا الكتلة الاكبر والضاغط الاقوى عليهم ودا نفشل كل محاولاتهم. نعم نعم نعم، وصلت الفكرة. كنت معنا من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد، شكرا لوجودك معنا.